سرعة 1000 ميل بالساعة على الأرض أسرع من أي طائرة نفاثة على مدى التاريخ، لذا سيكون هناك العديد من التحديات. الرجل المكلف بالتعامل مع هذه التحديات هو رئيس المصممين مارك تشابمان بمقر المشروع في بريستول. كل شيء هنا يتعلق بقوة السيارة. في هذا الجزء نملك المضخة الصاروخية لمحرك السيارة، وهنا في الأعلى لدينا المحرك النفاث، بينما يوضع المحرك الصاروخي في أسفل الجزء الخلفي. ثلاثة محركات بقوة تعادل 135,000 حصان، والتي سوف تصل بنا لسرعة 600 ميل بالساعة، ولكن للحصول على السرعة القياسية على الأرض ونستعمل المحرك الصاروخي لنصل لسرعة 1000 ميل على الطريق. إذن هذا هو الدولاب دون إطارات؟ لا إطارات، فبعد سرعة 450 ميلا في الساعة من الصعب جدا الحفاظ على الإطارات دون أن تطير. من خلال التطور الهائل والتجارب عثرنا على هذا الألمنيوم للقيام بنفس مهمة الإطارات، لأن السيارة بالأساس ستكون أسرع من الرصاصة المنطلقة. كسر حاجز 1000 ميل بالساعة هو مجرد هدف واحد، وفريق بلو هاوند يريد إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين.